بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في باب أو في كتاب فضائل القرآن، ذكر رحمه الله تبارك وتعالى باب من رأى بالقرآن الكريم، وقوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والمقصود بما أنزل الله أي القرآن الكريم، ويدخل في هذا كذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. المقصود أن تحكيم شرع الله تبارك وتعالى وأعظم ذلك كتاب الله جل وعلا، أنه يجب على المسلمين أن يلتزموا بذلك. ثم ذكر عن الخوارج الذين تكلمنا عليهم بالأمس، وأنه حذر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك القوم، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وشبه ذلك صلوات ربي وسلامه عليه بالسهم عندما يرمى من النبل، والفوق هو الوتر الذي يتعلق به السهم عندما يراد الرمي به، والنصل هو السهم، فإذا رمي بهذا السهم كيف إنه يخرج سلسا من هذا الوتر ومن تلك النبلة، فكذلك هؤلاء يكون خروجهم من الدين كذلك. ومن هذا ذهب بعض أهل العلم، وهو اختيار أبي بكر ابن العربي رحمه الله تبارك وتعالى المالكي الأندلسي، ذهب إلى أن الخوارج كفار، استدلالا بهذا الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وذهب جماهير أهل العلم إلى أنهم ليسوا بكفار، وإنما هم من أهل البدع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي زيادة: كلها في النار إلا واحدة. وبين أهل العلم مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله كلها في النار إلا واحدة لا يعني أنهم كفار، ولكن يعني أنهم أهل ضلال، أهل بدع، أهل انحراف، وليس المقصود أنهم يخلدون في النار، ولكن هؤلاء كما ذكر أهل العلم منحرفون عن دين الله تبارك وتعالى. والانحراف عن دين الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون الانحراف انحرافا سلوكيا، وإما أن يكون الانحراف انحرافا عقديا. الانحراف السلوكي هو فعل الكبائر كشرب الخمر والزنا وقتل النفس وترك الصلاة وترك الصيام وعقوق الوالدين والسرقة وما شابه ذلك من كبائر الذنوب، فهذا انحراف سلوكي. والانحراف الثاني الانحراف العقدي، وهم أهل البدع. أهل البدع هم المنحرفون انحرافا عقديا كالخوارج والشيعة والجهمية والقدرية والمرجئة وغيرهم. فكل من لم يكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن هذه الفرقة الناجية، قال: هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل من التزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه فهو من تلك الفرقة الناجية. وتبقى 72 فرقة، هذه فرق منحرفة، ليسوا بكفار ولكنهم منحرفون مستحقون للعذاب لانحرافهم عن دين الله تبارك وتعالى. والصحيح أن الخوارج منهم، خلافا لأبي بكر بن العربي، وقد خالفه جماهير أهل العلم، وقد جاء عن علي رضي الله عنه لما خرج عليه الخوارج بل كفروه، فقال رضي الله عنه لما سئل عنهم قالوا: هم منافقون؟ قال: لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا: فكفار إذن؟ قال: لا. قالوا فما هم إذن؟ قال: قومنا بغوا علينا فقاتلونا فقاتلناهم. وقد قاتلهم علي رضي الله عنه في معركة النهروان بعد أن خرجوا عليه بعد معركة صفين، وحكموا عليه بالكفر وأشاعوا بين الناس لا حكم إلا لله، وكفروا عليا وادعوا أنه حكم بغير ما أنزل الله، فأرسل إليهم عبد الله بن العباس وناظرهم في مناظرة طويلة مشهورة، فرجع نصفهم إلى الحق وبقي النصف الآخر على ما هم عليه من الانحراف،
وفي رواية عند أحمد أن عليا أيضا ناظرهم فرجع منهم عدد كبير وظلت مجموعة على ما هي عليه من الانحراف، حتى قتلوا كما ذكرنا بالأمس عبد الله بن خباب وقتلوا زوجته وبقروا بطنها. فلما بلغ الأمر عليا رضي الله عنه أرسل إليهم من قتله، فأرسلوا إلى علي كلنا قتلناه، يعني نوع من التحدي، كلنا قتلناه. فجهز علي رضي الله عنه الجيش لقتالهم، فكانت معركة النهروان، وقتلهم علي رضي الله عنه شر قتلة امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير قتيل من قتلوه، شر قتيل قتيلهم. وقتل منهم عدد كبير وهدأت أمورهم بعد ذلك اليوم. ثم لم يصبروا أن خرج منهم ثلاثة وهم عمرو بن بكر التميمي والبرك التميمي وعبد الرحمن بن ملجم المرادي، فتواعد هؤلاء الثلاثة الخبثاء على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص. وفعلا خرج عبد الرحمن بن ملجم وطعن عليا وهو خارج إلى صلاة الفجر فقتله، وكانت ابنة علي أم كلثوم بنت علي زوجة عمر بن الخطاب تقول بعد أن قتل علي: قالت ما لي ولصلاة الغداة، صلاة الغداة لصلاة الفجر، تقول ما لي ولصلاة الغداة، قتل زوجي في صلاة الغداة، يعني عمر لما قتله أبو لؤلؤ المجوسي، وقتل أبي في صلاة الغداة، يعني عليا رضي الله عنه لما قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي. والبرك التميمي ضرب معاوية لكن قدر الله أنه لم يمت من تلك الضربة أيضا في صلاة الفجر. وأما عمرو بن بكر فأراد قتل عمرو بن العاص وهو لا يعرفه، ولكن يعرف أنه هو الذي يصلي بالناس، وقدر الله أن عمرو بن العاص كان مريضا في تلك الليلة فلم يخرج إلى صلاة الفجر، وصلى بالناس حبيب خارج بن حبيب رئيس الشرطة في ذلك الوقت في مصر، فهو الذي صلى بالناس، وهذا صلى خلف الإمام ينتظره في الصلاة ليقتله، وفعلا في أثناء الصلاة قام وقتله. فلما أمسك به الناس قالوا: ويحك ماذا فعلت؟ قال: أرحت الناس من عمرو، يعني عمرو بن العاص. فقالوا: ويحك ما قتلت عمرا وإنما قتلت خارجه، هذا ليس عمرو بن العاص، أنت قتلت خارجه. قال: أردت عمرا وأراد الله خارجه. قال: أنا أريد عمرا، الله يريد خارجه، خلاص مات. وهذا يدلك على جهلهم وضلالهم وانحرافهم، المهم اقتلوا بس. وقتل هؤلاء الثلاثة، قتل البرك التميمي وقتل عمرو بن بكر وقتل عبد الرحمن ابن ملجم. هؤلاء كما قال ابن عمر ينزلون آيات الكفار على المؤمنين، الآيات التي نزلت في الكفار ينزلونها على المسلمين، يعني ما عندهم شيء اسمه أصحاب كبائر لأنهم يكفرون بالكبيرة. والله تبارك وتعالى ذكر هذا في كتابه العزيز، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أداء إليه بإحسان. ولما ذكر المؤمنين ذكر يعني أهل المعصية قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وذكر الله تبارك وتعالى الزاني أنه لما رجم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزاني لما رجم قال: لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لكنهم لا يعقلون هذا ولا يفقهونه، وإنما يتتبعون متشابه القرآن ثم ينزلونه على أمزجتهم وأهوائهم، عليهم من الله ما يستحقون. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث أبي هريرة عفوا، هو على كل حال هذا حديث متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 صحابيا، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم يعلم فكتمه ألجم يوم القيامة بالجام من النار. عفوا، الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فيتبوا من قدمه من النار. لا، هذا الحديث حديث حسن بل صحيح، من سئل عن علم يعلم فكتمه ألجم يوم القيامة بالجام من النار، هذا الذي يسأل عن علم يحتاج إليه الناس ثم كتمه مع حاجة الناس إليه، هذا الذي يلجم بالجام من النار، أعاذنا الله وإياكم منها. قال المؤلف رحمه الله: باب اسم المرايا جبران. عن ابي هريره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إن أول الناس يبقى يوم القيامة عليهم رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما علمت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جليل، فقد قيل ثم طهر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فقال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال غالب، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأرضاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما علمت فيها؟ قال ما تركت من سبيل يحب ان يوفق فيه الا وفقت فيه لك، قال كذبت ولكنك فعلت لقاله وجبت، فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار، رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وكان ابو هريره رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يكاد يغمى عليه ويشتد بكاؤه وخوفه، وهكذا ينبغي لكل مسلم إذا قرأ هذا الحديث. هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال المرائين المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون، والذين يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى كما يتعامل مع البشر بالكذب والزور والبهتان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن أول ثلاثة تسعر فيهم نار جهنم قارئ القرآن والشجاع الجريء والكريم الجواد. هؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول من تسعر فيهم نار جهنم. يؤتى بقارئ القرآن فيذكره الله نعمه عليه ويقول علمتك القرآن فماذا عملت به؟ فيقول قرأته فيك يا رب وعلمته الناس. يظن أنه كما استطاع أن يكذب على الناس في هذه الدنيا وينافقهم أنه يستطيع أن يتعامل كذلك بمثل هذا الانحراف مع عالم الغيب والشهادة، مع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، فيقال له كذبت. هو من حيث الكلام نعم وقع هذا الأمر، علم القرآن تعلم القرآن، والثاني كذلك بذل ماله وأعطى الناس والناس يرونه كذلك، وكذا الأمر بالنسبة للشجاع الجريء الناس يرونه في شجاعته وجرأته، لكن لا يعلم الناس ما في قلوب أحدهم، الذي يعلم هو الله سبحانه. ولذلك جاء ذلك الجواب الصاعق من الله تبارك وتعالى، قال له كذبت إنما فعلت ذلك ليقال قارئ، لأنه قال تعلمت فيك القرآن وعلمته، أي لأجلك، فالله يكذبه في ذلك كما كذب المنافقين الذين قالوا كما قال عنهم سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليسوا كاذبين بأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كاذبون في أنهم يشهدون بذلك. وكذلك هنا لا، لما يقال له كذبت لا يعني كذبت لم تعلمنا، لا علمت الناس لكن ما علمته لأجل الله، وإنما علمت القرآن ليقال قارئ. قيل فرحت بها فترة من الزمن، الناس يشيرون إليك هذا قارئ القرآن، هذا علمنا القرآن، هذا الجواد الكريم، هذا الشجاع الجريء، فرحت بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي. عدي بن حاتم الطائي صحابي جليل، وأبوه حاتم الطائي معروف من كرماء العرب المشهورين، يضرب به المثل فيقال كرم حاتمي. ولده عدي كان نصرانيا على دين والده
ثم هداه الله تبارك وتعالى وأسلم وصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين. عدي بن حاتم يعرف والده وكرمه وجوده وصيته بين الناس، قال يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت ما كان من أبي، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال: إن أباك أراد شيئا وناله. إن أباك أراد شيئا وناله، أراد الدنيا، أراد الثناء، أراد مدح الناس، ناله. إلى اليوم الناس يتمثلون بكرم حاتم إلى اليوم. قال: ما هذا الكرم الحاتمي؟ ما هذا حاتم الطاهر؟ أراد الدنيا، ما أراد الله، نال الدنيا. يعطي الله الدنيا من يحب ومن لا يحب، كما جاء في الحديث: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكنها لا تعدل شيئا عند الله، ولذلك يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، كما قال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالله تبارك يقول: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ من حرمها؟ حلال، يتمتعوا بها. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي مشاركة مع غيرهم، يعطيها من يحب من لا يحب. الكفار أغنى من المسلمين، لو جئت الآن تحصي أغنى أغنياء العالم كفار، لأن الله يعطي هذه الدنيا من يحب ومن لا يحب. ثم قال: خالصة يوم القيامة، أي يوم القيامة ليس إلا للمؤمنين، أما الكفار فليس لهم حظ في الآخرة. فهذا القارئ عندما قال: قرأت فيك القرآن أو تعلمت فيك القرآن وعلمته، فيقال له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ وقد قيل، نلته في الدنيا، خذوه إلى النار، فيجر على وجهه إلى النار والعياذ بالله. ثم يؤتى بالشجاع الجريء فيذكره الله نعمه عليه، ثم يقول له: ماذا عملت بها؟ أعطاه القوة والشجاعة، ماذا عملت بهذا الذي أعطيتك؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جريء وقد قيل، خذوه إلى النار. ما قاتل لوجه الله، وإنما قاتل ليقال جريء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وهو يقاتل مع أصحابه، كان أحد الناس يقاتل بشراسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فلان فعل وفعل وفعل، يعني قتل من المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. تصوروا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي هو من أهل النار. أحد الصحابة هو يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وأن كلامه حق، قال: فتبعته، يريد أن يعرف لماذا هذا من أهل النار، قال: فتبعته فأصيب، فأخذ الرمح فوضعه في الأرض ونام عليه، يعني قتل نفسه. فرجع هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت كيت وكيت وكيت، حتى قتل نفسه. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتشكك الناس فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يقاتل مع النبي ثم يكون من أهل النار. فقال النبي صلى الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، من قتل نفسه فهو في النار. وفي رواية أن هذا الرجل لما أصيب جاءه أحد فقال له: هنيئا لك الجنة، قاتلت في سبيل الله؟ فقال: لا والله، إنما قاتلت عن أحساب قومي. فالناس يرونه أنه يقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيظنون أنه في سبيل الله، وهو يقول: لا، أنا إنما قاتلت عن أحساب قومي. فكان لا يقاتل في سبيل الله، شجاع جريء لكن ليس في سبيل الله، بل جاء كافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته
فقال له: يا محمد، أخرج معك وأصيب معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع، فإنا لا نستعين بمشرك. فرجع الرجل وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك الرجل يحب القتال، فلحق بالنبي على مسافة أخرى، مرحلة بعد هذه المرحلة، فأتاه فقال: يا محمد، دعني أخرج معك وأصيب معك، فأنا مقاتل، أنا مقاتل أحب القتال وتنتفع بي. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله؟ قال: لا. قال: ارجع، فإنا لا نستعين بمشرك. فرجع فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ثالثة، قال: يا محمد، دعني أقاتل معك وأصيب معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله وإني رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإذا، فخرج معه. فنحن لا نحكم على الناس على ظاهرهم أنهم من أهل الجنة، نحكم على ظاهرهم بالصلاح، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة، لكن هل حقيقة سيكون من أهل الجنة؟ أمره إلى الله. والتزم دائما تلك الكلمة الطيبة المباركة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال لهم: قولوا نحسبه كذلك، نحسبه كذلك، لكن لا نعلم ما في قلوب الناس. فهذا الشجاع الجريء يقول: قاتلت فيك يا رب حتى قتل. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جريء. وقد قيل نلته في الدنيا، كل الناس تكلم عليك شجاع جريء، لكن إلى النار، إلى النار، فيجر على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. ثم يؤتى بالجواد الكريم فيذكره الله نعمه وما أعطاه من المال وفتح عليه من هذه الدنيا وزهرتها، فيقال له: ماذا فعلت بها؟ فيقول: يا رب، ما تركت بابا يرضيك إلا وأنفقت فيه. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جواد. خذوه إلى النار. إذن هذا هو الرياء، الرياء والسمعة. الرياء من الرؤية، يعني شوفوني، يريد أن يراه الناس. والسمعة اسمعوني، يريد أن يسمع الناس قوله. ذكر عن أبي جعفر المنصور الحاكم العباسي، الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، خرج يوما في مع حرسه فلقيه ويريد أن يعني يخطب في الناس، يتكلم في الناس، يريد أن يتكلم، فقام إليه رجل بين الناس فقال له: يا جعفر، يا منصور، أبو جعفر المنصور، قال: يا منصور، اتق الله، ينصحه جد أمام الناس، ينصح الخليفة، قال: اتق الله. فأراد الحرس أن يمسك الرجل، قال: دعوه دعوه دعوه، اتركه. حتى أكمل كلامه قال: انتهيت؟ قال: نعم. قال: خذوه الآن. ثم قال كلمته التي يريد أن يقولها أبو جعفر المنصور، فلما انتهى نادى حاجبه وقال: أرأيت الرجل هذا الذي نهاني أمام الناس ونصحني؟ قال: نعم. قال: اذهب إليه وأخبره أنني قد اخترته وزيرا للحسبة، يعني جعلته وزيرا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا قبل فألبسه لباس الوزارة ثم أدخله علي. قال: نعم. فأخذ الرجل طبعا، ثم ذهب إليه من أرسله المنصور أبو جعفر، فقال له: إن أبا جعفر المنصور لموقفك هذا الجريء اختارك وزيرا للحسبة، فهل تقبل؟ قال: نعم. قال: فهذا لباس الوزارة، ألبسه. فلبس لباس الوزارة ثم دخل على أبي جعفر المنصور، فلما دخل قال له أبو جعفر: أنت الذي نصحتني أمام الناس وكذا؟ قال: نعم. قال: وقبلت أن تكون وزيرا عندي؟ قال: نعم. قال: انزعوا عنه لباس الوزارة وألقوه في السجن، لو كنت صادقا أني ظالم وأني كذا كما تكلمت أمام الناس ما قبلت أن تكون وزيرا عندي، ما قبلت أن تكون وزيرا عندي، خذوه إلى السجن. فأخذوه إلى السجن. لماذا؟ أراد أن يسمع الناس: أنا نصحت المنصور
أنا تكلمت عليه أمام الناس، ثم بعد ذلك رضي أن يكون وزيرا عنده ويرى ظلمه، بعكس سفيان الثوري. سفيان الثوري لما استدعاه أيضا أبو جعفر المنصور فقال له: يا أبا عبد الله خذ خاتمي هذا، ونزع خاتمه، قال: اذهب وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وقل ما شئت. فسكت سفيان الثوري، فقال له أبو جعفر: ما لك يا أبا عبد الله؟ يعني قبلت ما قبلت، ما لك يا أبا عبد الله؟ قال: أريد منك ثلاثة أشياء. قال: ماذا تريد؟ قال: لا تعطني خاتمك، ما بيبنك شيء، لا تعطني خاتمك. قال: والثانية؟ قال: دعني أذهب، أريد أن أذهب. قال: والثالثة؟ قال: لا تطلبني إلا إذا جئتك، لا تناديني مرة ثانية، لا تطلبني إلا إذا جئتك. فسكت هنيهة ثم قال: أخرجوه عني. فخرج أبو سفيان، فعتب عليه بعض تلاميذه وقالوا له: ما لك يا عبد، أبو جعفر المنصور يعطيك خاتمه ويقول اذهب واقض بين الناس وأمر وانهى، فرصة لا تفوت. قال: إنه يكذب عليكم، لو كان صادقا لعمل بما يعلم ثم علمناه ما يجهل، ولكنه يريد أن يقول للناس: انظروا سفيان يعمل معي، دعوه. ثم خرج وتركهم. فالمؤمن يجب أن يحرص على أن تكون أعماله كلها لله. الأصل أن العلم الشرعي كما أخذه الإنسان بدون مقابل أن يبذله بدون مقابل، ومن ذلك القرآن الكريم وهو سيد العلوم، كما أخذه بدون مقابل يرسله بدون مقابل، وأنه لا يأخذ أجرة على تعليم القرآن. واختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو لا، مع اتفاقهم جميعا أن الأفضل أن لا يأخذ، ولكن اختلفوا هل يجوز أو لا يجوز. فذهب بعض أهل العلم لأنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرآن، وأنه يجب بذله بدون مقابل، لأنه عبادة، والعبادات لا يطلب أجرها إلا من الله سبحانه وتعالى. وذهب آخرون، وهذا ليس خاصا بالقرآن، القرآن وتعليم العلم الشرعي والقضاء والإمارة، كل هذه الأشياء والإمامة والأذان، يقول كل هذه طاعات لا يجوز أخذ الأجر عليها. وبعضهم قال إذا كان آخذا فليأخذ جعلا، الجعل وهو أجرة غير مقدرة مفتوحة، يعني مكافأة، مكافأة مفتوحة، قد تزيد قد تنقص لكن لا يكون راتبا ثابتا. وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة إذا كان متفرغا لهذا الأمر، يعني ليس له عمل إلا هذا، يقول لحاجة الناس إلى القاضي، لابد أن يكون القاضي جالسا في مكانه طوال يومه حتى يأتيه الناس، وهذا طيب من أين أرزق أولادي ومن أين أصرف على نفسي، فيصرف له من بيت المال المسلم. وكذلك معلم الناس القرآن، وكذلك الإمام، وكذلك المؤذن، وكذلك ولي الأمر الحاكم يدفع له أجرة بحيث أنه يستلم هذا المكان. أبو بكر الصديق أول ما تولى الخلافة من غد خرج إلى السوق فرآه عمر فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: إلى السوق. قال: وماذا تفعل؟ قال: أبيع وأشتري، لازم أبيع وأشتري. قال: وإمامة الناس، أنت أمير المؤمنين الآن، خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ومن يصرف على أولادي؟ قال: نصرف لك من بيت المال، نعطيك من بيت المال، لكن الناس بحاجة لك أن تبقى. فرضي أبو بكر، ومن هذا أخذ أهل العلم جواز أخذ الأجرة على مثل هذا العمل: خلافة، إمامة، أذان، تعليم قرآن، تعليم علم شرعي وغير ذلك، والرقية، كل هذه الأمور جواز أخذ الأجر عليها. واستدلوا على ذلك بأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزواج، امرأة عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فما أراد النبي أن ينكحها، فقام رجل من الصحابة قال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فأنا أتزوجها.
قال ماذا تمهرها؟ ماذا تعطيها مهرا؟ قال والله ما عندي شيء يا رسول الله. قال أمهرها ولو خاتما من حديد، خاتم وحديد بعد مو ذهب ولا فضة، أمهرها ولو خاتما من حديد. قال والله لا أملك. تصوروا الحين كم المهر، كم دافع، كم تدفعون الحين؟ طيب قال ولو خاتما من حديد، قال لا أملك، حتى الخاتم من حديد لا أملك. قال ماذا معك من القرآن؟ ماذا تحفظ من كتاب؟ قال معي سورة كذا وسورة قال زوجتكها. مع ما معك من القرآن؟ أي على أن تعلمها. فجعله مهرا، فدل على أنه مال يجوز المقايضة به، فجعل تعليمها القرآن مهرا لها. وجاء في الحديث أيضا إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أي أنه يجوز أخذ الأجر على تعليم كتاب الله تبارك وتعالى. عبد الله بن عمر جاءه رجل فقال له إني أحبك في الله، فقال عبد الله ولكني أبغضك في الله. قال سبحان الله، أقول لك أحبك في الله وتقول لي تبغضني؟ قال نعم، إنك تلحن في أذانك وتأخذ على أذانك أجرا. ليش تأخذ أجر على أذانك؟ ولماذا تلحن في الأذان؟ فالشاهد من هذا أن هذه القربات قدر ما يستطيع الإنسان أنه يجعلها لله سبحانه وتعالى. فإن كان لا يجد مصدر رزق غيرها وهي تشغل وقته فلا مانع من أخذ الأجرة، لكن بشرط لا ينسى الاحتساب، وأيضا لا يتوقف عمله على المال. كيف؟ يعني لو كان يأخذ الأجرة على تعليم القرآن، فجاءه من جاء وقال أنا الآن اليوم ما عندي، قال لا ما في قرآن، يلا روح جيب فلوس بعدين تعال تعلم. لا، هنا صارت للدنيا، صار 100% للدنيا. أو إمام مسجد مثلا يأتي يصلي بالناس فيقول أنا إجازتي اليوم، قال ما عندنا غيرك يصلي، قال لا أنا بإجازة فلا يصلي فيهم. هذا صار دنيا، خلاص قصد واضحة جدا أنها للدنيا. فالقصد أن الإنسان إن كان ولا بد فيجمع الدنيا والآخرة، يعمل للدنيا ويعمل للآخرة. وكلما كان العمل خالصا لله خاصة هذه العبادات، كلما كان هذا هو الأولى، والله أعلم. نعم. باب الجفاء. قال المؤلف رحمه الله: باب الجفاء عن القرآن. عن سمرة بن جندب في حديث الرؤيا الطويل مرفوعا قال: أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يبني بالصخرة على رأسه، فيهتز رأسه فيتلذذ الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيطرده فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما فعل، ثم يعود عليه فيقبل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: فقلت لهما سبحان الله ما هذا؟ قال: هذا رجل علمكم الله القرآن، فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. وفي رواية: الذي يأخذ القرآن فيفوقه وينام عن الصلاة المكتوبة. رواه البخاري. ولمسلم عن أبي موسى أنه قال لقراء البصرة: اتلوا ولا يقولن عليكم، اتلوا ولا يقولن عليكم الأمل، فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. وعن ابن مسعود قال: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم، استحلته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. نعم، هذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في من يرفض كتاب الله تبارك وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، حال أولئك الذين يسبحون في البحر ثم تلقى الحجارة عليهم، قال: هؤلاء الذين تعلموا القرآن ثم رفضوه، أو ناموا عنه وناموا عن الصلاة
المكتوبة ويرمون بالحجارة حتى تثلغ رؤوسهم والعياذ بالله، عقوبة لهم بما أهملوا من تعلم كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا قال أبو موسى لقراء البصرة أتلوه لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وهم اليهود والنصارى، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وهؤلاء الذين قست قلوبهم عندما أعرضوا عن كتاب الله الذي أنزل إليهم سواء كان التوراة أو الإنجيل، لما حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل قست قلوبهم من بعد ذلك. ولذا قال ابن مسعود إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم فاخترعوا كتاب من عند أنفسهم، استحلته أنفسهم، يعني وجدوا أن الكتاب الذي أنزل إليهم وهو القرآن في زمن، لأن القرآن من القراءة، القرآن من القراءة، فالتوراة يقال لها قرآن، والإنجيل يقال له قرآن، والزبور قرآن، والصحف قرآن، والكتاب الكريم قرآن. فالقصد أن القرآن ما يقرأ، القرآن ما يقرأ. فهؤلاء لما نزل عليهم قرآنهم وهو التوراة أو الإنجيل حرفوه وأخذوا منه ما استحلته أنفسهم، أي ما طابت به أنفسهم والعياذ بالله، فصار الانحراف فيهم شديدا. والقرآن يعني صور الجفاء والإعراض عن كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة جدا حقيقة. فمن صور الإعراض عن كتاب الله تبارك وتعالى أهمها الإعراض عن التحاكم إليه، والإعراض عن قراءته، والإعراض عن فهمه، والإعراض عن حفظه، والإعراض عن العمل به، والإعراض عن تعليمه ونشره بين الناس. كل هذا إعراض وهجر لكلام الله تبارك وتعالى. وأما الجفاء فقد ذكر أهل العلم صورا يعني سوء التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى. بعض الناس لا يتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى تعاملا صحيحا، وهذا من الجفاء. فتجد الرجل يصلي وفي ظهره المصحف، أو يجلس على كرسي وتحته المصحف، أو يمد رجله في وجه المصحف، أو يقفز فوق المصحف، أو يضع المصحف على الأرض دون حاجة، أو أنه إذا انتهى من القراءة دفع الكرسي الذي عليه المصحف، أو أنه يغلق المصحف إغلاقا قويا، أو يبلل أصابعه على صفحات المصحف لا يبالي بهذا. كل هذا من الجفاء في تعاملنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، أو أنه يلمسه بغير وضوء، هذا أيضا من الجفاء في التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى، أو يجعله عرضة للأطفال أو الخدم الكفار أو غيرهم يلمسونه أو يغيرون مكان أو قد يعبثون به. وقد أرسل الناس قبل فترة قريبة جدا أن رجل وضع المصحف يجعل قطة يعني لا تدوس على المصحف لكن تضع قدم فوقي وتمشي، هذا لا يجوز، بحجة أن يقول شو أي كتاب تدوس عليه القطة لكن المصحف لا تدوس عليه، لكن تضع رجلها فوقه وهكذا وتتخطاه. طيب هذه قطة بهيمة لو بالت على المصحف، لو داست على المصحف لأجل فقط أن يثبت أن يريد أن يقول للناس انظروا كيف الحيوانات تفهم ولا تدوس على المصحف. في مصاحف تحرق، في مصاحف تمزق، هذا كلام باطل، لا يجب أن يجعل المصحف للتجارب ومع الحيوانات وغير ذلك من الأمور. لابد أن يعظم كتاب الله تبارك وتعالى في قلوبنا. ومن ذلك ما يفعل البعض أنه القرآن يعمل والناس تسولف، مثلا في مجلس أو في دكان أو كذا، القرآن شغال وبيع وشراء وكذا، ما يجوز تشغيل المصحف، أو في البيت تشغيل المصحف في الحياة الطبيعية، والولد يصرخ على أخيه والأب ينادي زوجته وهذا والمصحف شغال لا يستمعون إليه، هذا لا يجوز. وكذلك
من سوء التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى أن تعلق الآيات في الديوانيات أو في البيوت وكذا، والتلفزيون شغال مسلسلات وحب وضحك واستهزاء بالدين وكذا، أو المجلس يكون مجلس غيبة ومعاصي وكذا والآيات معلقة. هذا من الجفاء في معاملة كتاب الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ويقول: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إما أن تصت وإما أن تغلق. أما القرآن يعمل وأنت تتحدث في أمور الدنيا أو تقرأ كتابا أو تتحدث مع زوجتك، هو القرآن يعمل على ما، أو بعضهم يشغل القرآن في البيت ويخرج، لمن هذا القرآن؟ فلابد أن نحسن التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا كله من الجفاء في التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب من يقرأ الكتاب من غير القرآن. وقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، الآيتين. وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الآية. وعن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما رطيبا بماء يدعى خنا بين مكة والمدينة، فحمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: اما بعد، الا ايها الناس، فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب، وانا تارك فيكم ثقلين، اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وفي لفظ: أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة، رواه مسلم. وله عن جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نعم. الهدى في هذا الكتاب العظيم. هذا الكتاب هو كتاب هدى، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا الكتاب كتاب هداية، كتاب هدى من الله سبحانه وتعالى، هذا من من الله وفضله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب تبيان لكل شيء، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الذي يبتعد عن ذكر الله تبارك وتعالى ويبتعد عن كتاب الله تبارك وتعالى فقد انحرف وتسلط عليه الشيطان والعياذ بالله. فالهدى كل الهدى في هذا الكتاب العظيم. وذكر حديث زيد وحديث جابر. أما حديث زيد فهذا كان يعني من آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حجة الوداع عند عودته من مكة في غدير، يقال له غدير خم في الجحفة بين مكة والمدينة، بعد أن أتم الحجة صلوات ربي وسلامه عليه في آخر السنة العاشرة من الهجرة، وهو راجع صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة، والمشهور أنها في 18 من ذي الحجة، في 18 من ذي الحجة، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان يقال له غدير خم، ارتاح فيه صلى الله صلوات ربي وسلامه عليه، ثم خطب الناس وقال: إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، فحث على كتاب الله وأمر بالتمسك به، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. وفي رواية: من استمسك به فقد هدي، ومن تركه فقد ضل. أي من استمسك بكتاب الله قد هدي إلى الصراط المستقيم، ومن أعرض عن كتاب الله ضل. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى، وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين. صحيح هو قالها لأصحابه في زمنهم،
لكنها إلى يومنا هذا مطلوب منا أن نتمسك بكتاب الله جل وعلا. ثم قال أذكركم الله أهل بيته، أي يرعوا فيهم حقي، وذلك أنهم أقارب النبي. ولذلك قيل لأجل عين ألف عين تكرم، فيكرم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان سلفنا الصالح رحمه الله تبارك وتعالى يكرمون الرجل لكونه من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه، على الصحيح من أقوال أهل العلم، كل من يجمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم الأب الرابع وهو هاشم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فكل من يرجع نسبه إلى هاشم فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيكرمون لأجل قرابتهم من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الناس يقول خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وهذا كان ديدنه صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة. إذا خطب الجمعة يبدأ بهذه المقدمة تسمى خطبة الحاجة، هذه الخطبة كان يقدم بها النبي صلى الله عليه وسلم، دائما يقول خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وعن سعد بن مالك قال انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القران فتلاه عليه زمانا، فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فانزل الله عز وجل الف لام را تلك ايات الكتاب المبين الايه فتلاه عليه زمانا رواه ابن ابي حاتم باسناد حسن. وله عن المسعودي عن القاسم ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا مله، فقالوا حدثنا يا رسول الله، فنزلت الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها، ثم ملوا مله فقالوا حدثنا يا رسول الله، فانزل الله عز وجل الم يأت للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله الايه. ورواه ابو عبيد مع بعض التابعين وفيه فان طلبوا الحديث دلهم على القران. دلهم. نعم. نعم. دلهم. نعم. دلهم على القران. وكان معاذ بن جبل يقول في مجلسه كل يوم قلب ما يخطئه ان يقول ذلك، الله حكم باسم هلك المتابعون، إن وراءهم كتابا يكتب فيها المال ويكتب فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي، فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتلع لهم خيرا، فإياكم وأبتدع فكل بدعة ضلالة وإياكم وزيغة الحكيم، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق ممن جاء به فإن على الحق نورا. الحديث رواه أبو داود. وروى البيهقي عن عروة بن الزبير أن عمر أراد أن يكتب السنن فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك، ثم استقر الله شهرا، ثم قال إني لتركت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأتبوا عليها وتركوا كتاب الله عز وجل، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. نعم. في هذه الأحاديث والآثار أن الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فلو قصصت علينا، أي أنه سمعنا كثيرا من الأحكام والعقائد ونريد قصصا، والقصص فيها عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة، والله تبارك وتعالى يقص على النبي صلى الله عليه وسلم القصص لينتفع ويتسلى بها صلوات ربي وسلامه عليه. فلما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لو قصصت علينا أنزل الله تبارك وتعالى سورة يوسف ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، نحن نقص عليك أحسن القصص، فنزلت هذه
الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم كما أراد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك عند ابن أبي حاتم عن المسعود عن القاسم أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ملوا ملة، أي اشتهوا أن يقص عليهم، فأنزل الله تبارك وتعالى، الله نزل أحسن الحديث. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم. فهؤلاء الذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، هؤلاء هم اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب فلما طال عليهم الأمد قست قلوبهم. فالصحابة رضي الله عنهم لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم لما ملوا نزلت هذه الآية تحذرهم: لا تكونوا مثلهم، إياكم أن تكونوا مثلهم فتقسوا قلوبكم، بل التزموا كتاب الله تبارك وتعالى وما نزل من الحق يكفيكم دون بحثكم عن القصص وغيرها. وإن كانت القصص فيها عبرة وفيها فائدة، فالله ينزل ما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. ولكن هذا الأثر أن الصحابة ملوا ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ملوا، هذا لا يصح، لا يصح، وإن كان يعني معناه صحيح، لكن إن كان معناه صحيحا إلا إنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأن معاذ دائما كان يقول: الله حكم قصد، هلك المرتابون، يعني المرتابون بالله تبارك وتعالى والمرتابون بكتابه المتشككون، المرتاب هو المتشكك، يقول هلك هؤلاء المرتابون، فيريد أن يقول للناس: اقبلوا ما أتاكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقبلوا ما أتاكم في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم حذر من أهل الباطل، حذر من أهل الباطل، من الإنسان يستمع إليهم، زيغة الحكيم، وزيغة الحكيم مصيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الدجال أخشى عليكم ولكن الأئمة المضلين، يخشى علينا من الأئمة المضلين، الإمام المضل، وهو الإنسان الذي عنده علم وعنده زيغ، عالم زائغ، هذا خطير جدا على الناس، لأنه يظهر لهم بلبوس العلم ولكنه في حقيقة الأمر زائغ ضال مضل والعياذ بالله. فيحذر الناس ذلك. وقد قيل: زلة العالم زلة العالم، عالم زل العالم معه، فكيف إذا انحرف وضل والعياذ بالله. وكان السلف رحمه الله يحذرون من أولئك، وكان شيخ الإسلام تيمية يقول عن أولئك المنحرفين من العلماء، يقول: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، يعني ذكي لكن ما هو زكي النفس، نفسه خبيثة، لكن ذكي عالم ما هو سهل، عنده من العلم الشيء الكثير لكن ليس عنده من زكاة النفس، عنده انحراف. وأذكر من طرائف ما قرأت أن رجلا ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فقال العالم، أنا لن أذكر اسمه ولكن أذكر لكم الذي قاله الذهبي، قال: العالم الحافظ المتقن الكذاب. يعني تصوروا عالم محافظ ومتقن، يعني متقن حفظه ولكنه كذاب، مبتلى بالكذب والعياذ بالله. فيحذر الإنسان من أن تزل قدمه تبعا لأولئك القوم. وعمر رضي الله عنه كان قد استشار أصحابه أن يكتب السنن، ثم امتنع من ذلك خشية أن تختلط مع القرآن، يعني عند الناس فلا ينتبهون للقرآن من السنن، كل هذا حماية من جناب القرآن عند أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليهم وعليه. نعم. قال رحمه الله: باب الغلو في القرآن. في حديث خوارج المقدم وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبرنك تصوم له وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال رسول صلى الله عليه وسلم: فإنه كان أحد الناس وقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: يا رسول الله، إني أطيب أفضل بذلك.
قال فقرأته في كل 20. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأته في كل 10. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأته في كل 7 ولا تزد على ذلك. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعة: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمره مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أبو داود والترمذي. نعم. هذا باب الغلو في القرآن، مر بنا الكلام كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أنه تكلم عن الخوارج وغلوهم في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو غلو بجهل، غلو محاط ومغلف بالجهل والعياذ بالله، فهو ضرره أكبر من نفعه. وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص من عباد الصحابة، من عباد الصحابة، وكان صديقا لأبيه، كان صديقا لأبيه، حتى إنه ذكرت بعض الكتب أن عمرو بن العاص أكبر من ابنه بإحدى عشرة سنة فقط، يعني تزوج عمره 11 سنة عمرو بن العاص أو 10 سنوات، زين، وأنجبت له زوجته. يقول ولده صديقه عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان من العباد، وقالوا إنه كان أفضل من أبيه رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو بن العاص بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمر عنه فناداه فقال: يا عبد الله، بلغني أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن في كل ليلة وأنك لا تنام الليل. قال: نعم يا رسول الله، أفعل ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، فصم من كل شهر 3 أيام. قال: إني أطيق أفضل من ذلك، أقدر أصوم أكثر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصم صم يوما وأفطر يومين. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، وهذا صيام داود وهو حب الصيام إلى الله، صيام يوم وفطر يوم. قال: هذا صيام داود. قال: وبلغني أنك تقوم الليل كله. قال: نعم. قال: فصلي ونم، وخير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وبلغني أنك تقرأ القرآن في كل ليلة. قال: نعم يا رسول الله. قال: فلا تفقرأه في كل شهر مرة. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في 20. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في 10. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في 7 ولا تزد. وفي رواية: فقرأه في 3 ولن تفقه. وكان عبد الله بن عمرو العاص بعد ذلك أخذ يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الصيام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكنه لما كبر تعب، وكان يقول: ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يرون أنه من الجفاء أن الإنسان إذا فعل سنة أن يتركها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير العمل ما دام وإن قل. فالقصد أن الإنسان يعني يلتزم هذه السنة، وهي أقل شيء صيام 3 أيام من كل شهر، وأقل شيء أن يقرأ القرآن في كل شهر مرة، وأقل شيء أن يوتر، يصلي شيئا من الليل. فإذا جمع هذا الخير كله بعد ذلك واستقامت له نفسه وتأدبت وصلح أمرها، يزيد شوي شوي، يزيد في الصيام، مثلا يصوم كل 2 أو يصوم كل 2 وخميس، أو يصوم الاثنين والبيض، أو إلى أن يصل صيام يوم وفطر يوم. وكذا الأمر بالنسبة للقيام، يعودها شيئا فشيئا حتى تستقيم له، وكذا الأمر بالنسبة لقراءة القرآن. فالقصد أن الإنسان يعني يتدرج في مثل هذه الأمور، يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا كله.
قال وقال ابن مسعود هلك المتنطعون. المتنطعون هم المتكلفون، التنطع هو التكلف في الأمر. يقول هلك المتنطعون يعني الذي يتكلف بالأمر ويتنطع فيه، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بالهلاك لأنه يضر نفسه ويضر الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالإنسان لا يتنطع في دين الله ولا يتكلف ولا يتشدد في دين الله تبارك وتعالى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا مشدودا في المسجد بين ساريتين، فقال لمن هذا؟ قال لزينب أم المؤمنين، إذا تعبت تعلقت به، ما تستطيع توقف من الصلاة، المرأة هذه تتعب من الصلاة تتعلق بالحبل، فأمر بقطعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا من الأعمال ما تطيقون، خذوا من الأعمال ما تطيقون، حتى لا يمل الإنسان، لا يمل حتى يقبل على الصلاة ويقبل على الصيام ويقبل على قراءة القرآن وهو محب لها، فلا يملها فيكرهها والعياذ بالله. ثم ذكر عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، كل هذا مر. قال وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على إريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فكما أننا نقبل القرآن لابد أن نقبل السنة، والسنة كما ذكر أهل العلم علاقتها بالقرآن الكريم من أربعة أوجه. السنة مأمور الإنسان باتباعها كما أنه مأمور باتباع القرآن الكريم، وللسنة أربع تعلقات مع القرآن. أولا تكون السنة مؤكدة لما في كتاب الله تبارك وتعالى، كما جاء في القرآن الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، جاءت السنة كذلك بالأمر بالصلاة والأمر بالزكاة، فهذا تأكيد. بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وجاءت السنة وجاء القرآن كذلك بهذه الأوامر، فتكون مؤكدة لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. وتأتي السنة مبينة لما في كتاب الله تبارك، وهذا صوره كثيرة، إما أن تكون تفسيرا وإما أن تكون بيان مجمل وإما تخصيص عام وإما تقييد مطلق. تأتي السنة مع القرآن الكريم، فالله تبارك وتعالى يقول وأقيموا الصلاة، فجاءت السنة وصلوا كما رأيتموني أصلي. قال الله تبارك وآتوا الزكاة، فجاءت السنة ببيان الأموال الزكوية وكم يخرج من الزكاة ومن الذي يخرج ولمن يخرج، فجاءت السنة مبينة لأحكام القرآن الكريم. وتأتي السنة مخصصة لكتاب الله تبارك وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فعمت كل البشر، فجاءت السنة إن معاشر الأنبياء لا نورث، فخصصت الأنبياء من عامة البشر. وتأتي السنة كذلك مقيدة لمطلق القرآن الكريم، فتأتي في القرآن آية مطلقة مثل قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، واليد تطلق من الأصابع إلى هنا، كل هذه يد، وتطلق على الكف وتطلق على الذراع. فجاءت السنة مبينة أن الذي يقطع هو الكف اليمنى، الكف اليمنى، فقيدت ما في القرآن الكريم. وتأتي السنة كذلك، هذا التعلق الثالث مع القرآن الكريم، تأتي مضيفة تضيف أحكاما للقرآن الكريم، فلا يكتفي الإنسان بالقرآن بل يأتي بالسنة أيضا. عندما نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى نجد أن الله جل وعلا يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في، حتى وصل إلى قوله سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لا حتى وصل إلى قوله والمحصنات من النساء. طيب، فلما وصل إلى المحصنات من النساء عد 14 امرأة محرمة عليه، فقال بعدك وأحل لكم ما وراء ذلك وأن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. هنا القرآن بين المحرمات، ثم جاءت السنة
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، فأضافت حكما إلى القرآن الكريم. لما تسمع قول الله تبارك قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فتأتي السنة فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، فتضيف حكما إلى القرآن الكريم. ويبقى التعلق الرابع. الرابع ها؟ ما هي الثلاثة؟ يا اختبركم الحين ترى. ما هي الثلاثة؟ مؤكدة، ثاني مبينة، ثالث مضيفة. مؤكدة، مبينة، مضيفة. النوع الرابع أن تأتي السنة ناسخة للقرآن الكريم، أي تنسخ بعض أحكام القرآن الكريم، وهذه المسألة خلافية بين العلماء. هذه المسألة خلافية بين العلماء، هل السنة تنسخ القرآن أو لا تنسخ؟ وذهب أكثر أهل العلم إلى أن السنة لا تنسخ القرآن، لأن الله تبارك وتعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، قال والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثلها، هي دون السنة. وقال الله وإذا بدلنا آية مكان آية، فقالوا السنة لا تنسخ القرآن. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة يمكن أن تنسخ القرآن. على كل حال هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والبعض توسط قال من حيث النصوص العامة يمكن أن تنسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والله تبارك يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالوا إذن يمكن، لكن يقول لا يوجد مثال، فرجعنا إلى قول الجمهور وهو أن السنة لا تنسخ القرآن، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.